نعم، مبدئيا هي منظومة متقدمة. يعني إذا تكلمنا تقنيا، الإيرانيون عندما لم يحصلوا على صاروخ الدفاع الجوي الروسي S-300 نتيجة العقوبات التي كانت مفروضة على إيران والتزمت بها موسكو، طوروا صاروخ قديم موجود لديهم، صاروخ روسي S-200. وهذا الصاروخ استطاعوا أن يحدثوا منه يعني منظومة متنقلة سواء من رادار أو من صواريخ أو من بطاريات جهاز إطلاق. يعني أصبح قريب لسلاح البنتسير المزود به الجيش السوري، نظام الدفاع الروسي. يعني هذا النظام استحضر إلى سوريا، وهو يستطيع فعلا التعامل مع الجو، وقد أثبت عام 2019 أثناء إسقاطه طائرة أمريكية RQ ريكتر فوق الأجواء الإيرانية. يعني هذا النظام هو نظام محدث ويمكنه التعامل مع أهداف حتى 180 كيلومتر، يعني راداره 300 كيلومتر، ويمكنه التعامل مع أهداف عالية المستوى حتى 27 كيلومتر. يعني كنظام تقنيا هو نظام متقدم، ولكن استحضار 4 بطاريات فقط للحفاظ على دمشق، وكل بطارية هي يوجد فيها 4 صواريخ، هذا لا يكفي بحماية دمشق من الغارات الكثيفة التي ممكن أن تعتمدها إسرائيل، غارات مكثفة. هو يعني لا يمكن الدفاع عن عاصمة بأربعة منظومات صواريخ فقط. نعم سيد ناجي، لكن هل من الممكن أن تنتقل تل أبيب إلى مستوى أعلى واستراتيجية أخرى في استهداف المواقع والنقاط التابعة لإيران في سوريا بعد اتخاذ طهران لهذه الخطوة؟ طبعا نحن أمام حكومة إسرائيلية يمينية، هي يعني محضرة للتعامل مع كل القوى التابعة لإيران في سوريا، وهي تستعد لذلك علنا. لذلك فإن أي ونرى اليوم تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا وتعاون إيران بهذا الملف مع روسيا ضد أوكرانيا. هذا الموضوع يعني الحكومة اليمينية الجديدة حسمت أمرها بالوقوف مع أوكرانيا وليس مع روسيا. يعني عمليا سوف يعني تعتمد أسلوب هجوم أكثر على القوى الإيرانية الموجودة في سوريا، ستزيد الضغط نعم على كافة القوى الموجودة في سوريا حتى تحرم إيران من وجودها في سوريا كقوى بديلة، كقوى مفروضة على الروس على السوريين وبديلة للروس في سوريا. نعم سيد ناجي، يعني من المعروف والمعلوم أن الهجمات الإسرائيلية على مواقع ونقاط لإيران ليس بالأمر الجديد، لكن لماذا الآن لا اتخذت إيران هذه الخطوة؟ يعني نحن شهدنا تهافت عربي وعالمي باتجاه سوريا، وحضر وزراء خارجية عرب إلى سوريا كانوا لم يحضروا سابقا وكانوا على عداء مع النظام. اليوم هناك محاولة لإعادة النظام السوري إلى الحضن العربي، وبالتالي ممكن أن هذا الموضوع يفقد إيران ساحة هي بحاجة إليها، وبذلت الكثير فيها من عتاد عسكري ومن تكافل اقتصادي. يعني النظام السوري مرهون اقتصاديا للإيرانيين، وهم دعموا هذا النظام بشكل كبير قوي. يعني هذا الموضوع لن تتخلى إيران عن سوريا مقابل أي عودة لسوريا إلى الحضن العربي أو إلى الحضن الدولي. هي يعني عمليا تتحكم في سوريا، ورأينا كيف أرسل النظام الإيراني أرسل رسالة لاستدعاء وزير الدفاع السوري إلى إيران حتى يقبل بكل الشروط الجديدة الإيرانية لإقتاص سوريا تحت الحكم الإيراني. نعم سيد ناجي، بحديثك عن هذه النقطة، يعني عندما تنشر إيران منظومة دفاع جوي على أراضي سوريا والحكومة في دمشق لم تمنع هذه الخطوة، هل من شأن هذا الأمر أن يدفع بالدول العربية إلى
إلى التمهل في حركة التطبيع مع حكومة دمشق، أو لنقل الحركات الدبلوماسية إذا لم نقل التطبيع؟ يعني ما بدأ من تصريح وزير الخارجية مصر عندما زار دمشق لم يعلن أن سوريا ممكن عودتها أو ستدعى إلى اجتماع القمة العربي المقبل في عمان. إنساني، يعني نحن جئنا نؤيد العامل الإنساني في سوريا. هذا الموضوع أعتقد محسوم، وكنا ننتظر زيارة وزير خارجية السعودية إلى سوريا، هذا لم يحصل. يعني اختصر العمل بعد أن وضحت النية الإيرانية بزيادة التواجد والتواجد العسكري القوي في إيران، في سوريا. هناك يعني انكفاء عربي من أن يكون هناك أكثر من خطوة دبلوماسية بسيطة ضمن المعيار الإنساني وليس أكثر. نعم، من بيروت العميد ناجي ملاعبي، خبير أمني واستراتيجي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.